نختم فقرتنا الأولى بخبر من جريدة البورصة تحت عنوان مؤسسات دولية تصدر موافقات مبدئية على تمويل مشروعات الطاقة الشمسية الأسبوع المقبل. امبارح كان موضوع حلقتنا عن الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمارات اللي محتاجينها في القطاع ده. النهاردة بدأت الموافقات الدولية المبدئية لتمويل شركات الطاقة الشمسية المشاركة في المرحلة الثانية من تعريفة التغذية بدءا من الأسبوع القادم. مصادر بوزارة الكهرباء قالت أن البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي وافقوا على تمويل المشروعات بعد تعديل الشروط والضوابط الخاصة بمشروعات تعريفة التغذية. الجريدة عملت مسح شامل ل 15 شركة طاقة شمسية بدأت مفاوضات من أشهر مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على موافقات الإقراض قبل يوم 28 إبريل الجاري. بعض المسؤولين بالشركات قالوا أنهم توصلوا لاتفاقيات مبدئية مع مؤسسات التمويل وإنها بصدد إصدار موافقات مكتوبة يتم توجيهها إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء. دي كانت أهم أخبارنا في الفقرة الأولى. هنطلع فاصل ونرجع نبدأ حديثنا اللي اتكلمنا عليه من شوية عن موضوع البنك الدولي والتقييمات والاقتصاد المصري في الفترة القادمة. خليكم في أسواق وأعمال.